بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في أسئلة الفصل الرابع. دائرة التيار المتردد تحتوي على مكونين. السؤال 46 بيقول لك مصباح كهربي مقاومته الأومية 20 أوم وصل على التوالي مع ملف حث مهمل المقاومة الأومية في دائرة التيار المتردد، فإذا كان تردد المصدر والقيمة الفعالة للقوة الدفع الكهربية له ويمر بالدائرة تيار قيمته الفعالة، فإن معامل الحث ذات الملف يساوي. لازم تبقى عارف انت عايز ايه وهو عاطيك ايه. طيب قبل ما اكتب المعطيات، عشان لو السؤال ده جالك مثلا في الامتحان وانت طلعت المعطيات كده من غير ما تكتبها، ازاي تعرف تجيب معامل حس، او يعني هتسلك انهي السبل عشان اجيب معامل حس ذاتي؟ معامل حس ذاتي نقدر نجيبه من قوانين كتير. لو في عندنا مثلا حس ذاتي يعني في تيار بيتغير وبالتالي بيولد اي ام اف، وعطيك الاي ام اف وعطيك تغير التيار مع الزمن، فتقدر تجيب ال. كذلك في قانون بتاع ال اللي هو الميو في ال ان تربيح في الاي على ال سمول. طيب هل هنا هقدر استخدم اي قانون من دول؟ لا. امال هتستخدم انهي قانون؟ لازم تبص المعطيات اللي عندك عشان تعرف هتستخدم انهي قانون. اعطيك هنا مقاومه بتوصلها على التوالي مع ملف حث، واعطيك فرق الجهد الكلي اللي ماشي في موجود في الدايره وشده التيار الكليه اللي ماشي في الدايره. وبالتالي انت هنا لو قسمت الاثنين على بعض هتقدر تجيب الزد، ومن الزد عندك الار هتقدر تجيب الاكس ال، جبت الاكس ال عندك الاف فتقدر تجيب ال. بس يبقى انا هنا عشان اجيب ال فانا هنا مش هعرف اجيبها غير من الاكس ال. او اللي انت تقدر تجيب برضه فرق الجهد وتقدر تجيب منه الاكس ال يعني. يبقى ال هجيبها من الاكس ال. طب اجيب الاكس ال منين؟ اجيب الاكس ال من الزد، او ممكن تجيبها من الفي ال على الاي. اي واحده من دول هتديك الاكس ال. وبالتالي انا عندي دلوقتي ادي الملف وادي المقاومه وادي الدايره بتاعتي. يعني يا اما تكتب يا اما تكتب شروح يعني. فين الاداه؟ عندك 5 امبير وده ب 110 فولت. زي ما قلنا عشان نجيب ال ال فاحنا محتاجين نجيب الاكس ال، وعشان نجيب الاكس ال قدامنا اكتر من طريقه. يا اما هنجيب فرق الجهد هنا، وبعد كده هنجيب فرق الجهد هنا اللي هو الفي ال، وبعد كده نقسم الفي ال على الاي اللي ماشي نجيب الاكس ال، او ان احنا نجيب الزد. الزد بتساوي الفي على الاي، في الكليه على الاي الكليه. الفي عندك ب 110 والاي بخمسه، هيطلع معاك 22 اوم. بعد كده الاكس ال بتساوي الجذر التربيعي للزد تربيع ناقص الار تربيع، بيساوي الجذر التربيعي 22 تربيع ناقص 20 تربيع، هيطلع معاك 9.17 اوم. الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، وبالتالي ال ال بتساوي الاكس ال اللي هي 9.17 على 2 في الباي في الاف، عطالك ب 50، هيطلع معاك تقريبا 3 من 10، 3 من 100. سؤال 47 بيقول لك في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل يتصل مصباح كهربي مقاومته R على التوالي مع كل من ملف معامل حثه L ومصدر التيار المتردد ثابت الجهد ويمكن تجهيل تردده، ما الإجراء الذي يعمل على خفض شدة إضاءة المصباح الكهربي؟ احنا عايزين شدة إضاءة المصباح تقل، عشان شدة إضاءة المصباح تقل يعني التيار اللي ماشي فيه يقل، وبالتالي إيه اللي يخلي التيار يقل؟ انت عارف ان التيار، عشان تعرف ايه اللي هيخلي التيار يقل لازم تكتب المعادله بتاعت التيار. الاي بيساوي الفي، وهو هنا قايل لك ثابت الجهد وبالتالي الفي ثابت، الجذر التربيعي اللي الزد يعني للار تربيع زائد الاكس ال تربيع، والاكس ال عباره عن 2 باي اف ال. تعال نبص كده، احنا عايزين ده يقل فالمفروض نزود المقام، وبالتالي توصيل ملف مماثل مع الملف على التوازي. لما توصل ملف مع الملف ده على التوازي فانت هنا ال الكليه هتقل، وبالتالي لما ال تقل الاي هتزيد. غلط. ادخال قلب من الحديد في توجيه الملف،
لو ادخلت قلب من الحديد فانت عندك ال ال هتزيد. ليه؟ لان ال ال بتساوي الميو في الان تربيع في الاي على ال ال سمول، وبالتالي الميو لما تزيد ال ال هتزيد، لما ال ال تزيد المقدار اللي تحت ده يزيد وبالتالي ده يقل، وبالتالي ده صح. ابعاد لفات الملف عن بعضها، لما تبعد اللفات عن بعضها ال ال بيقل وبالتالي الاي بيزيد، غلط. انقاص تردد المصدر، لما ده يقل فده هيزيد وبالتالي غلط برضه. سؤال 48، مصدر متردد قيمة جهده الفعال والسرعة على التوالي مع مقاومة أومية وملف حث، فكانت مفاعلته الحسية، فإن القدرة المستهلكة في الدائرة تساوي. احنا عندنا بيقول لك إن احنا عندنا مصدر متردد قيمة جهده الفعال ادي الفي بتساوي 30 فولت، وعندك هنا في مقاومة أومية متوصلة مع الملف، عندك هنا الاكس ال بتساوي 2 اوم، وعندك الار بيساوي 5 اوم. احنا عارفين ان الملف بيخزن الطاقة الكهربائية على هيئة مجال مغناطيسي، والطاقة الكلية المستهلكة في الدائرة بتكون في المقاومات فقط. وبالتالي انا عندي هنا عشان اجيب البي دبليو، فدي هجيب التيار تربيع واضربه في الار. طيب اجيب التيار منين؟ عندك هنا الار ب5 اوم والاكس ال ب2، وبالتالي تقدر تجيب منهم الزد، ومن الزد تجيب الار، وبالتالي الزد بيساوي الجذر التربيعي للار تربيع اللي هي 5 تربيع زائد 2 تربيع. هيطلع معاك الجذر 29 اوم. بعد كده الاي بيساوي ال 30 على جذر 29، هيطلع معاك الرقم ده. بعد كده هعوض هنا 5 و 5 7 تربيع في الار اللي هي ب5، هيطلع معاك 155. ده انت البان غلسه. سؤال 49 بيقول لك الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل تتكون من مقاومة أومية عديمة الحث وملف حث عديم المقاومة الأومية ومصدر التيار متردد متصلة جميعها على التوالي، فإن قراءتي الفولتمترين V1 و V2 قد تكون. ركز معايا، أنت عندك هنا مقاومة متصلة على التوالي مع ملف حث، أنت عارف إن فرق الجهد عبر المقاومة بيتأخر عن فرق الجهد عبر الملف ب90 درجة، وبالتالي هنا الجمع بتاعك جمع اتجاهي، وبالتالي ما ينفعش ان مجموع الرقمين دول يديك 100. هو هنا اعطيك 50 و50 ما ينفعش، لان هنا انت جامع جمع جبري. 40 و60 ما ينفعش برضه، لان الجمع جمع جبري. طيب 60 و80 و75 و150، طبعا هنا الارقام هنا مجموعهم مش هيديك 100. طيب انا الصح بقى، ركز معايا كده، انت عندك 60 و80، لو انت عملت 60 تربيع زائد 80 تربيع هيطلع معاك 100 تربيع، وبالتالي ده صح وبالتالي ده غلط. لو انت جيت تجيب فرق الجهد الكلي، انت عارف ان طالما ان حاجه حاجتين ما بينهم 90 درجه بتستخدم في فيثاغورس، وبالتالي استخدمها في فيثاغورس طلع معانا ان 60 تربيع زائد 80 تربيع بتساوي 100 تربيع، وبالتالي دي الاجابه الصحيحه، دي غلط. 50، في الدائرة الموضحة بالشكل ماذا يحدث عند زيادة قيمة المقاومة المأخوذة من الاس؟ هنا بيتكلم عن زاوية الطول. طيب زاوية الطول التان سيتا بتساوي ده ملف ال ملوش مقاومة ومقاومة، فانت عندك هنا هيبقى اكس ال على الاس. بيقول لك هنا لو احنا زودنا قيمة المقاومة المأخوذة من الاس، يعني الاس لما تزيد فانت عندك التان سيتا هتقل، وبالتالي السيتا هتقل، وبالتالي تزداد زاوية الطول تقل زاوية الطول بين الجهد عبر الملف والتيار. ركز هنا معايا، بيقول لك هنا تقل زاوية الطول بين الجهد عبر الملف والتيار، الجهد عبر الملف والتيار ادي الاي وادي الجهد عبر الملف بينهم 90 درجة، بغض النظر عن قيمة الاس كده كده فرق الجهد عبر الملف بيتقدم على التيار ب 90 درجة، وبالتالي الزاوية دي مش هتتغير. تزداد زاوية الطول غلط، تقل زاوية الطول بين الجهد عبر المصدر والتيار دي صح. يبقى ركز معايا في الحتة دي، كده كده التيار عبر الملف بيتأخر عن فرق الجهد عبر الملف ب 90 درجة، وكده كده التيار في المقاومة متفق في الطول مع فرق الجهد عبر المقاومة،
فدولت مش هيتغيروا بتغير الاس او تغير الايه؟ ال. امال ايه اللي هيتغير؟ اللي بيتغير هو زاويه الطول بين الجهد الكلي والتيار الكلي. فهمت كده؟ السؤال 51: في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل، اذا تم غلق المفتاح كي فان زاويه الطول بين الجهد الكلي والتيار بالدائره. قبل غلق المفتاح كي كان عندك مقاومه وكان عندك ملف متوصلين على التوالي مع مصدر التيار المتردد، وبالتالي انت عندك هنا تان سيتا 1 بيساوي الاكس ال اللي هي الار على الار هيساوي 1، وبالتالي السيتا 1 بتساوي 45 درجه. لما تقفل المفتاح انت هنا وصلت مقاومه على التوازي مع المقاومه، وبالتالي المقاومه الكليه اللي في الدايره هتساوي ار على 2. المقاومه الكليه اللي في الدايره على التوالي مع الملف على التوالي مع المصدر، وبالتالي تان سيتا 2 بتساوي الاكس ال اللي هي بار على المقاومه اللي في الدايره اللي هي ار على 2، فيطلع معاك 1 على 1 على 2 هيطلع معاك 2، وبالتالي السيتا 2 هتطلع اكبر من السيتا 1. طالما ان السيتا 2 اكبر من السيتا 1 يبقى انت عندك هنا زاويه الطول زادت يعني، وبالتالي تزداد بمقدار، وبالتالي تقل غلط. طيب هل ممكن تزداد بمقدار 63.4؟ غلط برضه. ليه؟ لان 63.4 ب 45 هتبقى انت كده عديت ال 90. هل ممكن تزداد بمقدار 45 درجه؟ غلط برضه. ليه؟ لان 45 و45 هيبقوا 90. طبعا زاويه الطول لما بتبقى ب 90 وهنا زاويه الطول موجبه، معناها ان الفي ال يعني الدائره لها خواص حسيه فقط، ما فيهاش مقاومات، وبالتالي ده غلط برضه. وبالتالي الاجابه الوحيده اللي تنفع هي د. طبعا لو انت عايز تتاكد هتجيب السيتا من هنا، شيفت تان 2 وتفتح منها 45 هيطلع معاك 18.43% او 4 من 10 زي ما هو عندك. السؤال 52: الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل المقابل تتكون من عنصرين نقيين ال و ار. اذا كانت قراءه الفولتميتر 40 فولت فان زاويه الطول بين الجهد الكل والتيار تساوي تقريبا. طيب احنا هنا ركز في الاسئله اللي شبه دي. انت عندك هنا ادي مقاومه فرق الجهد عليها ب 40 فولت، وادي عندك ملف حس ال فرق الجهد عليه هنجيبه دلوقتي، وفرق الجهد الكلي ب 50. احنا عارفين ان التان سيتا بتساوي الفي ال على الفي ار، او بتساوي الاكس ال على الار. طيب هنا الاسهل ان انت تجيب الفي ال لان انت ما عندكش تيار اصلا، فانت هتجيب الفي ال وتقسمه على الفي ار اللي هو ب 40. وعشان تجيب الفي ال فانت هتيجي تقول ان هي بتساوي الفي تربيع ناقص الفي ار تربيع، وبالتالي ده بيساوي الفي تربيع اللي هي ب 50 تربيع ناقص 40 تربيع، فيطلع معاك 30. بعد كده تعوض هنا. في حل تاني لو انت متابع يعني معايا، احنا كنا بنقول ان لو ده هو الفي ار وده هو الفي ال، الفي ال متقدم على الفي ار بزاويه 90 درجه، فانت عندك ده الفي ودي السيتا. هو هنا بيقول لك ان الفي ار بكام؟ ب 40، وعندك الفي ب 50، وبالتالي كوزين الزاويه سيتا بيساوي المجاور على الوتر، وبالتالي تقدر تقول برضو ان كوزين سيتا بيساوي المجاور اللي هي 40 على الوتر اللي هي 50. فلو جبت السيتا من هنا شيفت كوزين 4 على 5 هيطلع معاك 36.87%. طيب لو جبنا السيتا من هنا يعني قسمنا ده 30 والفي ار ب 40 هيطلع معاك نفس الحاجه، شيفت تان 3 على 4 هيطلع معاك نفس الزاويه. فانت قدامك اكتر من حل يعني، وبالتالي تقريبا 37 درجه. السؤال 53: دائره التيار المتردد تتكون من ملف حث ال مقاومه اوميه ار، والشكل المقابل يمثل متجهي الجهد الكلي بالدائره في والتيار اي، فان المعوق الكليه للدائره زد تعتبر من العلاقه. ركز معايا، طالما ان انا عندي فرق الجهد متقدم على التيار بزاويه 45 درجه، فانت عندك التان 45 بتساوي الاكس ال على الار، تان 45 بواحد، وبالتالي الاكس ال بتساوي الار.
وبالتالي لما تيجي تجيب الزد، الزد بتساوي الجذر التربيعي للار تربيع زائد الاكس ال تربيع اللي هي نفسها الار تربيع، وبالتالي ده هيطلع معاك جذر 2 ار. وبالتالي انت عندك الزد بتساوي جذر 2 ار موجوده. طبعا ممكن تبقى جذر 2 ار او جذر 2 اكس ال، هي هي، لان الار بتساوي الاكس ال. وبالتالي ده غلط، ده غلط، الزد بتساوي 2 ار غلط، الزد بتساوي جذر 2 ار صح. السؤال 54: دائرة التيار المتردد تحتوي على مقاومة أومية R وملف حس L L1 عديم المقاومة الأومية، وكانت الـ R أكبر من الـ X L1، فكانت زاوية الطول بين الجهد الكلي والتيار سيتا 1. يبقى تان سيتا 1 بيساوي الـ X L1 على الـ R، وعندك هنا الـ X L1 أقل من الـ R أو الـ R أكبر من الـ X L1. بيقول لك هنا استبدال الملف بملف الاخر L2 بحيث كانت الار اقل. يبقى انت عندك هنا تان سيتا 2 بتساوي اكس L2 على الار، فان زاويه الطول بين الجهد الكلي والتيار سيتا 2 تكون، ركز معايا كده، طالما ان نفس الار، نفس الار، هو هنا في الحاله الاولى كان الاكس L1 اقل من الار، وفي الحاله الثانيه الاكس L2 اكبر من الار، وبالتالي الاكس L2 هيبقى اكبر من الاكس L1. وطالما ان الاكس ال 2 اكبر من الاكس ال 1 يبقى السيتا 2 هتبقى اكبر من السيتا 1 بس، لان انت عندك الاكس ال او السيتا تان سيتا بتتناسب مع الاكس ال عند ثبوت المقاومه. لما تزود الاكس ال فانت عندك السيتا هتزيد وبالتالي تبقى اكبر من السيتا 1. 55: في الدائره المبينه بالشكل اذا استبدل مصدر التيار المتردد بمصدر تيار مستمر جهده مساوي للقيمة الفعالة لجهد المصدر المتردد، تكون النسبة بين القيمة الفعالة للتيار المار في الدائرة في الحالة الأولى اللي هو في حالة التيار المتردد لشدة التيار المار في الدائرة في الحالة الثانية على الترتيب. في الحالة الأولى في حالة التيار المتردد أنت عندك الـ I بتساوي الـ V الجذر التربيع الـ R تربيع زائد الـ X L تربيع. في الحالة الثانية لما تستبدل المصدر المتردد بمصدر تيار مستمر فأنت عندك هنا الـ X L هيساوي صفر، لان احنا عارفين 2 باي اف ال المستمر التردد بتاعه بصفر، وبالتالي الاي 2 بتساوي الفي على الار. طبعا انت عندك هنا الزد هنا اكبر من الار، وبالتالي ده اكبر من ده، يبقى الاي 1 هيبقى اقل من الاي 2، وبالتالي الاي 2 اكبر من الاي 1. وبالتالي لما تستبدل المصدر المتردد بمصدر تيار مستمر ونفس القيمه او شده التيار او اسمه ده فرق الجهد بيساوي القيمه الفعاله لجهد المصدر المتردد، فانت عندك شده التيار بتزيد، وبالتالي الحاله الاولى اللي هي الاي 1، الحاله الثانيه اللي هي الاي 2، الاي 1 اقل من الاي 2 بتاعه اقل من الواحد. سؤال 56: دائره كهربيه تحتوي على مصدر تيار متردد وملف مفاعلاته الحسيه الاكس ال ضعف مقاومته الأومية، فتكون زاوية الطول بين الجهد الكلي والتيار. يبقى احنا دلوقتي عندنا الدائرة دي فيها مصدر وفيها ملف، الملف ده ليه مقاومة أومية وليه مفاعلة حسية، بحيث إن الـ XL بتساوي 2 R، وبالتالي أنت عندك التان سيتا بتساوي الـ XL اللي هي 2 RL على الـ RL، ده هيروح مع ده هيديك 2، وبالتالي السيتا هيطلع معاك 63.4. لسه جايبينها من دلوقتي لما كانت التان سيتا ب2. 57: مصباح كهربي مقاومته ار والصله في دوائر كهربيه مختلفه مع مصادر كهربيه مهمله المقاومه الداخليه، فايما الدوائر التاليه تكون شده اضاءه المصباح اكبر. شده اضاءه المصباح هتبقى اكبر في انهي؟ تعال نركز معايا. طبعا احنا عارفين ان شده الاضاءه الاول بتكون اكبر لما التيار اللي ماشي في الدائره يكون اكبر، نفس المصباح. انت عندك هنا لو فرضنا ان مقاومه المصباح سماها ار داش، عندك هنا التيار اللي ماشي هيبقى في على ار زائد ار داش. طيب هنا اوكي، انت عندك هنا ده ال، لاحظ هنا ان ده مصدر تيار مستمر، طالما ان ده مصدر تيار مستمر يبقى انت عندك الاكس ال بتساوي صفر، وبالتالي هنا الاي اللي ماشي هيساوي الفي بي اللي هي 2 في على المقاومة الكلية اللي في الدائرة اللي هي R زائد R داش، وبالتالي هنا فرق الجهد التيار هنا أكبر من هنا لأن فرق الجهد هنا أكبر من هنا، وبالتالي ب أكبر من ألف.
طيب تعال نشوف هنا كده. انت عندك هنا في ال وار وفي ار داش. لاحظ هنا ان المصدر بتاعك متردد وفرق الجهد هنا اقل من هنا، وبالتالي الزد او المعوقه هنا هتبقى اكبر من هنا، وفي نفس الوقت فرق الجهد هنا اقل من هنا، وبالتالي ده هيبقى اقل من ده. طيب هنا هنا برضو هيبقى اقل، وبالتالي الاجابه الوحيده هي ب اكبر تيار. 58 في الدائره الكهربائيه المقابله اذا كانت المفاعله السعويه اكس سي ثلاثه اضعاف المقاومه الاوميه، يبقى الاكس سي بتساوي 3 ار، فان المعوقه زد بتساوي، هنيجي نعوض في القانون، الزد بتساوي جذر التربيعي، هو هنا عاوزها بدايه الار، يبقى انت عندك هنا الار تربيع زائد الاكس سي تربيع اللي هي 3 ار لكل تربيع. 3 ار لكل تربيع ب 9 ار تربيع، يبقى جذر ار تربيع زائد 9 ار تربيع، جذر ار تربيع و9 10 ار تربيع، وبالتالي جذر 10 ار. 59 في الشكل المقابل دائرة التيار متردد عندما يكون فرق الجهد عبر المكثف، فرق الجهد عبر المكثف اللي هو الفي سي مساويا لفرق الجهد عبر المقاومة الأومية بيساوي الفي الفي ار، يكون تردد المصدر هو، ركز معايا، الفي ساوي الفي سي بيساوي الفي ار، المقاومة والمكثف متوصلين على التوالي، طالما ان هما متوصلين على التوالي يبقى بيمر فيهم نفس التيار، وبالتالي الفي سي عبارة عن الاي في الاكس سي، والفي ار عبارة عن الاي في الار، وبالتالي تشيل الاي مع الاي هيطلع معاك ان الاكس سي بتساوي الار بتساوي 100 اوم. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي حاجات متوصله على التوالي مع بعضها وفروق الجهد عليهم متساويه، وبالتالي المعوقات بتاعتهم هتكون متساويه. طبعا طالما ان انت جبت الاكس سي وانت عندك هنا السي فتقدر تجيب الاف. الاكس سي بتساوي 100 بتساوي 1 على 2 باي اف سي، وبالتالي هتجيب الاف في طرف لوحدها، يبقى الاف بتساوي 1 على 2 في الباي في ال 100 في السي اللي عندك هو عطى لك هنا ب 200 على الباي في 10 سالب 6، وبالتالي ده هتطلع معاك، ده هيروح مع ده، صفرين مع صفرين، اتنين في اتنين باربعة، تطلع 25 هرتز. السؤال رقم 60 بيقول لك في الدائرة الموضحة إذا كانت القيمة الفعالة للتيار المار في الدائرة جذر 3 أمبير، فإن قيمة المقاومة R، يبقى أنت عندك الأي بتساوي جذر 3 أمبير، وعايزين نجيب الأر، طب نجيب الأر إزاي؟ لو أنت ركزت كده هتلاقي إن أعطيك الفرق الجهد الكلي وفرق الجهد عبر المكثف، عشان تجيب الأر فانت هتطبق في قانون او، يعني محتاج فرق الجهد عبر المقاومه وشده التيار اللي ماشي في المقاومه، هو عندك شده التيار فتقدر لو انت قدرت تجيب فرق الجهد هتقدر تجيب قيمه المقاومه، وبالتالي انا عندي مقاومه متوصله على التوالي مع مكثف، يبقى الفي ار بتساوي جذر التربيع للفي الكل تربيع ناقص الفي سي تربيع، بيساوي جذر التربيع ل 30 تربيع ناقص 15 تربيع، هيطلع معاك 15 جذر 3. نيجي بعد كده عشان نجيب الار هنطبق في قانون اوم، عندك الفي ار ب 15 جذر 3 على التيار اللي ماشي اللي هو جذر 3، فده هيروح مع ده هيطلع معاك 15 اوم، وبالتالي هتطلع معاك ده. السؤال رقم 61 بيقول لك في الشكل المقابل دائره التيار المتردد تحتوي على مكثف سي ومقاومه اوميه ار، فإن الافتراضات الآتية صحيح. ركز معايا، أنا عندي المكثف والمقاومة متوصلين على التوالي مع بعض، وبالتالي التيار اللي ماشي فيهم هو هو. طالما إن التيار اللي ماشي فيهم هو هو، يبقى التيار ليه نفس الطول في الاتنين، يبقى ده الأي اللي ماشي في الأر والسي. طيب الفي 2 هو فرق الجهد عبر المقاومة بيكون متفق في الطول مع شدة التيار اللي ماشي فيه اللي هو بفي 1. وعندك الفي 1 ده فرق الجهد عبر المكثف بيكون متأخر عن التيار اللي ماشي في المكثف بزاوية 90 درجة، وبالتالي ده الفي 1 اللي هو نفسه الفي سي. تعال نبص كده، بيقول لك فرق الجهد في 2 ده الفي 2، فرق الجهد في 2 اللي هو ده والتيار اي اللي هو ده لهما نفس الطول صح؟ يبقى الباقي غلط. هنا بيقول لك فرق الجهد في 1
يسبق غلط فرق الجهد في 1 والتيار اي، لهم نفس غلط فرق الجهد في 1 وفي 2 والتيار اي، لهم نفس الطول غلط. 62 في الدائره الموضحه مصدر متردد تردده والقيمه العظمى لجهده، فاذا كانت زاويه الطول بين الجهد الكلي والتيار 30 درجه فان قيمه المقاومه ار تساوي. طيب هنا اعطيك الثيتا ب 30 درجه، واعطيك هنا في عندك هنا مكثفات، هتقدر تجيب من المكثفات والاف هتقدر تجيب الاكس سي توتال. بعد ما تجيب الاكس سي توتال هتقول ان التان سيتا بيساوي سالب الاكس سي توتال على الار، فتقدر تجيب الار. هو هنا بيقول لك انت عندك 3 او الاول عندك هنا 6 على التوازي مع 3 ب 9، 3 على التوازي مع الستة تجمعهم هيديك 9، بعد كده التسعة على التوالي مع الستة تبقى 9 في 6 على 9 زائد 6 هيساوي. تلاتة وستة من عشرة مايكرو فراد. بعد كده هتجيب الاكس سي توتال بتساوي 1 على 2 في الباي في الاف، قالك ان هي ب 60 في الاكس سي توتال اللي هي 3.6 من 10 في 10 اس 6، فده يطلع معاك 7.36 او. نيجي بعد كده تان، طبعا هنا انت ده اكس سي وبالتالي السيتا هنا بالسالب، يعني دي السيتا سالب 30، فانت هنا يا اما تقول تان سالب 30 بتساوي سالب اكس سي على الار، يا اما على طول السالب هتروح مع السالب فتبقى تان 30 بتساوي اكس سي على الار، هي هي. المهم ان الار هتساوي سالب الاكس سي سالب 7.36 على تان سالب 30، وبالتالي انصر على تان 30 هيطلع معاك 1276 تقريبا. سؤال 63، الشكل المقابل يمثل متجهي الجهد الكلي في والتيار اي بدائره تيار متردد تتكون من مكثف سي ومقاومه اوميه ار، فان المعوقه الكليه الدائره زد تعتمد من العلاقه. ركز معايا، انت عندك هنا الاي متقدم على الفي، يعني هنا عندك للدائره خواص سعويه، هو هنا عندك مكثف ومقاومه والاي متقدم على الفي. طبعا احنا على طول تان الزاويه بتاعتك سالب 45 بيساوي سالب اكس سي على الار، تان سالب 45 بسالب 1 سالب هيروح مع السالب هيطلع معاك ان الاكس سي بتساوي الار، شبه اللي احنا لسه واخدينه من شويه. وبالتالي على طول الزد بتساوي الجذر التربيعي ار تربيع زائد الاكس سي تربيع اللي هي عباره عن ار تربيع برضو، هيطلع معاك جذر 2 ار. طيب لو انت بصيت كده هتلاقي ان مفيش جذر 2 ار، ما هي الار هي نفسها الاكس سي، وبالتالي ده جذر 2 اكس سي اللي هي دي. السؤال 64، في الدائره الموضحه بالشكل تكون الشحنه المتراكمه على المكثف، هي الشحنه المتراكمه على المكثف ده احنا عارفين ان السي بتساوي الكيو على الفي، وبالتالي عشان تجيب الكيو هتضرب السي في الفي. السي عندك بخمسة مايكرو فراد، محتاج يجيب فرق الجهد عبر المكثف. طب اعمل ايه؟ هو المفروض هنا الشحنه المتراكمه على المكثف عند تمام شحن المكثف، عند تمام شحن المكثف مش هيمر تيار هنا، وبالتالي الدائره بتاعتك تبقى كده، ده المسار بتاعك، التيار هيمر في المسار ده، وبالتالي هتجيب فرق الجهد عبر المقاومه 2 اوم اللي هو نفسه فرق الجهد النهائي على المكثف وتضربه في الخمسة مايكرو فراد. طيب اجيب فرق الجهد ده ازاي؟ عندك المقاومه دي والمقاومه دي متوسطين على التوالي، وبالتالي دي بتتناسب مع الار، يبقى انت عندك هنا الفي سي اللي هو فرق الجهد عبر المكثف اللي هو نفسه ده بيساوي العشرة في، انت عندك الفي عشان تبقى فاهم الفي سي على الفي الكلي بيساوي المقاومه دي على المقاومه الكليه اللي هي 5 2 و 3 5، وبالتالي تبقى 10 في 2 على 5 هيطلع معاك 4 فولت.
بطريقة تانية المقاومة دي هيبقى عليها فرق جهد 4 ودي 6، لأن المقاومة دي 2 على 3 من المقاومة دي. طبعا كنت ممكن تجيبها بطريقة تانية، إن أنت هتجيب التيار اللي ماشي في الدائرة الأي، هتقسم 10 على 2 و2 زائد 3 بـ5، بعد كده هتضرب الـ2 أمبير دي في المقاومة دي اللي هي باتنين، هيطلع معاك 4 فولت في نفس الحل. نيجي بعد كده السي بـ5، وعندك فرق جهد بـ4، هيطلع معاك 20 مايكرو كولو. سؤال 65، أسطول مكثف ساعته سي ومقاومته أو مقاومة أومية آر على التوالي بدينامو تيار متردد، فكانت المفاعلة السعوية للمكثف الإكس سي تساوي قيمة المقاومة آر. إذا قل تردد الدينامو فإن العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي المكثف وفرق الجهد بين طرفي المقاومة تكون. ركز معايا، إحنا لسه قايلين دلوقتي إن إحنا لو إحنا عندنا عنصرين في دايرة كهربية فرق الجهد عليهم متساوي وهم متوصلين على التوالي، يبقى المعوقات بتاعتهم متساوية. طب هو هنا لو أنت عندك عنصرين المعوقات بتاعتهم متساوية، فهيبقى فرق الجهد عليهم متساوي. ليه؟ لأن لو كان متضرب هنا في الأي وهنا في الأي هيديك إن الفي سي بتساوي الفي آر، وبالتالي في الحالة الأولى كان عندي الفي سي بيساوي الفي آر. طيب لما يقل تردد الدينامو، تردد الدينامو لما يقل الإف لما يقل الإكس سي هتزيد. ليه الإكس سي هتزيد؟ لأن الإكس سي بتساوي 1/2 باي إف سي في علاقة عكسية، ده لما يقل ده يزيد. طيب لما الإكس سي تزيد الزد هتزيد، لما الزد تزيد الأي هتقل. طيب لما الأي تقل فرق الجهد عبر المقاومة هيقل. طب فرق الجهد اللي عبر المقاومة لما يقل، أنا عارف إن فرق الجهد عبر المكثف اللي هو الفي سي بيساوي الجذر التربيع الفي تربيع ناقص الفي آر تربيع، ده لما يقل ده ثابت اللي هو فرق الجهد بتاع المصدر. هو هنا السؤال ده يعني ماشي، هو السؤال هنا لو فرضنا ان فرق الجهد عبر هنا بيقول لك دينامو، وبالتالي المفروض فرق الجهد برضو عبر الدينامو بيقل. طيب تعالى كده لو ده ثابت ثابت الجهد، هنلاقي ان ده لو ثابت الجهد فده لما يقل فده هيزيد. طيب لو متغير الجهد بقى، تعال نجيبها بقى بالطريقتين عشان هنا هتبقى الموضوع مختلف شويه. احنا عندنا ده دينامو، وبالتالي دي مقاومة R وده إكس سي. في الحالة الأولى كان الفي آر بيساوي الفي سي، وعندك فرق الجهد هنفترض إن هو في. طيب لما يقل تردد الدينامو إيه اللي هيحصل؟ التيار اللي عندك في الدايرة بيساوي الفي على الجذر التربيعي للآر تربيع زائد إكس سي تربيع. لما يقل مثلا عشان تفهمها ناخدها واحدة واحدة، لما يقل التردد الاف يقل للنص، انت عندك ده هيقل للنصف هيبقى نص الفي. طب وده عندك لما التردد يقل للنصف، لما التردد يقل للنصف المفاعلة السعوية بتزيد للضعف. طيب لما المفاعلة السعوية تزيد للضعف ايه اللي هيحصل؟ المقدار ده هيزيد للضعف، سوري هيزيد بس مش للضعف، وبالتالي ده هيزيد بس مش للضعف. طيب ده لما يزيد بس مش للضعف ايه اللي هيحصل؟ عندك هنا البسط زاد، سوري البسط قل للنصف والمقام زاد، وبالتالي التيار الكلي هيقل. طيب لما التيار الكلي يقل هيقل هنا بس برضو يعني هيقل ايه؟ يقل اقل من الربع. هو هنا السؤال صعب شوية. اوكي طيب تعالى كده، انت عندك الفي ار بتساوي الاي في الار، فده لما يقل لأقل من ربع يبقى انت عندك ده هيقل أقل من ربع. طيب عندك الفي سي بتساوي الاي في الاكس سي،
ده قل لأقل من الربع، وعندك ده زاد للضعف. لاحظ ان ده كان ايه؟ ده كان ثابت، ده لما قل لأقل من الربع ده قل لأقل من الربع، لكن ده لما يقل لأقل من الربع وده يزيد فالمفروض ان الفي سي هتزيد، فاهم؟ يعني مش هتزيد، هي هتقل برضه، بس النقص فيها هيبقى اقل من النقص هنا، وبالتالي الفي سي هتبقى اكبر من، وبالتالي النقص هنا، والله لسه جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى النقص هنا هيبقى اقل من النقص هنا، وبالتالي الفي سي هتبقى اكبر من الفي ار. هو سؤال رخم شويه بس اعتقد انت فهمته يعني. يبقى سواء ثابت الجهد او ده دينامو، ففي الحالتين الفي ار هتبقى اقل من الفي سي، او الفي سي اكبر من الفي ار. السؤال 66 بيقول لك في الدائره الموضحه بالشكل، اذا كانت ساعه المكثف سي 1 اصبحت زاويه الطول بين التيار والجهد الكلي 30، واذا تم تجهيل ساعه المكثف الى سي 2 تصبح زاويه الطول 60. طبعا هنا اللي بيتغير هو السي، وعندك مع تغير السي بتتغير زاوية الطول. طب انا عارف ان زاوية الطول اللي هي التان سيتا بيساوي سالب اكس سي على الار. طيب الاكس سي عبارة عن ايه؟ واحد على الاوميجا في السي، وبالتالي ده سالب واحد على الاوميجا في السي في الار. عندك الار ثابتة والاوميجا ثابتة، وبالتالي التان سيتا بتتناسب عكسيا مع السي. يبقى انا عندي هنا التان سيتا بيتناسب عكسيا مع السي، وبالتالي انا عندي هنا السي 2 على السي 1 بيساوي تان سيتا 1 على التان سيتا 2 بيساوي، قال لك هنا ان زاويه الطول في البدايه كانت ب 30 وزاويه الطول بعد كده اصبحت 60، وبالتالي تان 30 بجذر 3 1 على جذر 3 قصدي، وده بجذر 3 يبقى يديك 1 على 3، وبالتالي سي 2 بتساوي سي 1 على 3 اللي هي 1000. 67 في الدائره الموضحه تكون قيمه التيار المار في الدائره الكهربائيه. عندك هنا الار ال بصفر، عندك اكس ال بخمسة والاكس سي ب30، وعندك فرق الجهد، فعلى طول تجيب الزد وبعد كده تقسم الفي على الزد. الزد بتساوي الجذر التربيعي ليه؟ عندك هنا مفيش ار، مش محتاج جذر تربيعي، ماشي. هو انت هنا لو حطيت الار، يعني لو انت متلخبط، فهتبقى الار ال تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع، هتلاقي ان ده بصفر، وبالتالي الجذر بتاعت يعني الجذر هيروح مع التربيع، فهتطلع معاك على طول الزد بتساوي الاكس ال اللي هي بخمسه بس هنا بالقياس بقى ناقص 30، لانك بتربحها وبعد كده بتاخد الجذر، فانت اهم حاجه المقدار، وبالتالي ده ب 25 او، وبالتالي الاي بتساوي الفي على الزد بتساوي 50 على 25 هيطلع معاك 2 امبير. 68 في الدائره الكهربائيه، اذا كانت المقاومه الاوميه بالدائره مهمله، فان قيمه فرق الجهد بين طرفي كل من ملف الحث ولوحي المكثف من الممكن ان تكون. ركز في السؤال ده، انت عندك مفيش مقاومات، وبالتالي انت عارف ان الفي ال بيكون متقدم على الفي سي بزاويه 180 درجه، وبالتالي فرق الجهد الكلي ده اللي هو 75 بيساوي الكبير ناقص الصغير، فانا بحط هنا مقياس واقول في ال ناقص في سي، لان انا بهتم بالمقدار، فرق الجهد ده هو يعني هو مقدار حاصل طرح الاثنين. فانت عندك هنا واحد ب 200 واحد ب 125 حاصل طرحهم ب 75، ده ينفع. ده 50 و 25 انت هنا ما بتجمعش، انت بتطرح 100 و 150 حصل طرحهم ب 50، 75 و 75 حصل طرحهم بصفر، وبالتالي الإجابة هتبقى ألف. رقم 69 بيقول لك في أي من الدوائر التالية عند غلق المفتاح كي تقل قيمة فرق الجهد في. طيب عشان يقل فرق الجهد في لازم تعرف المعادلة بتاعته، الفي بيساوي الأي في الأر، وبالتالي عشان يقل فرق الجهد في يا إما هيقل التيار يا إما هتقل المقاومة. طب تعالى ناخدهم واحدة واحدة كده. في الدائرة دي
لما تقفل المفتاح ايه اللي حصل؟ وصلت ال على التوازي مع ال، وبالتالي ال الكليه هتقل. لما ال الكليه تقل الزد هتقل، لما الزد تقل الاي تزيد، لما الاي تزيد الفي هتزيد. هو انا عايزه تقل، او بالتالي غلط. طيب هنا لما تقفل المفتاح الاكس سي اللي في الدايره هتقل. ركز معايا في الحته دي، انت عندك هنا ده سي لاكس سي وده سي لاكس سي، وبالتالي لما توصل اكس سي على التوازي مع اكس سي يبقى الاكس سي توتال باكس سي على الاثنين. بطريقه ثانيه لما توصل ده كده السعه الكليه زادت للضعف، وانت عارف ان الاكس سي بتتناسب عكسيا مع السي، وبالتالي ده لما يزيد للضعف ده هيقل للنصف، فهي هي. وبالتالي السعه الكليه لما تقل للنصف الزد هتقل، وبالتالي لما الزد تقل الاي تزيد، وبالتالي فرق الجهد يزيد. طب تعال نبص هنا، لما تقفل المفتاح انت كده وصلت كانك موصل سلك على التوازي مع ملف الحث، وبالتالي الزد اللي في الدايره هتبقى بتساوي الار بس، وبالتالي فرق الجهد هيزيد، وبالتالي غلط، وبالتالي مفيش حل غير دي. طيب هنا ايه اللي حصل؟ هنا لما توصل او لما تقفل المفتاح، فانت هنا ما بين النقطتين دول كان عندك مقاومه ار، بقى عندك مقاومه ار على الاثنين، وبالتالي المقاومه اللي عندك في الدايره قلت. لما المقاومه اللي في الدايره تقل الاي هيزيد. طيب لما الاي يزيد، واحد هيقول لي الاي يزيد يبقى الفي هتزيد. لا ركز معايا، هو الاي زاد والار قل، الار ما بين النقطتين قل. لما الاي يزيد الاكس ال هتزيد، هنا الاكس ال سوري الفي ال هتزيد، هنا الاكس ال ثابته، فانت لما تضرب الاكس ال في التيار فالفي ال هتزيد. انت عندك فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو الفي ار بيساوي الجذر التربيعي للفي تربيع ناقص الفي ال تربيع، وبالتالي ده لما يزيد فده هيقل. طبعا هنا يعني ما تقدرش تقول ان الفي بتتناسب مع الار زي المقاومات. ليه؟ لان هنا التناسب مش طردي، هي لو ده قفلته فالمقاومه دي المقاومه بين النقطتين دول قلت، ففرق الجهد هيقل، بس مش هيقل عشان الفي بتتناسب مع الار، هو بيقل عشان الحاجات اللي احنا قايلينها دي. بمعنى تاني كان يعني انت تقدر تاخدها بالتشابه، انت فهمت الفكره؟ تقدر تاخدها بالتشابه. بس سؤال 70، دايره التيار متردد تحتوي على ملف حث ال عديم المقاومه ومكثف سي متصلين على التوالي، فان فرق الجهد في ال. طيب انا عندي دلوقتي ملف حث عديم المقاومه ومكثف سي، وبالتالي الدايره ما فيهاش غير دول، ادي الفي ال وادي الفي سي، وبالتالي ده 180 درجه. بيقول لك فرق الجهد في ال يتقدم في الطول بمقدار 90 على الفي سي، يتكلف في الطول، يتفق في الطول، يتقدم في الطول بمقدار 180. صح. رقم 71، الشكل المقابل يمثل متجهي الجهد الكلي في والتيار اي في دائره التيار المتردد، تتكون من مصدر متردد وعنصرين نقيين اي وبي، فان العنصرين اي وبي هما. طيب انا عندي هنا فرق الجهد والتيار متفقين في الطول، طالما متفقين في الطول يبقى الدايره خواص اوميه. طالما ان هي خواص اوميه، هل ينفع العنصرين دول يكونوا مكثف وملف؟ لا، لان لو مكثف وملف هيبقى فرق الطول ب 90. ملف حس ومكثف غلط، فرق الطول هنا ب 90 عشان الناس ما تتلخبطش في الحته دي. خواص اوميه يعني لازم على الاقل يكون في مقاومه، ويكون الحاجات اللي تانية بتلغي بعضها. طبعا مفيش غير عنصرين، يبقى لازم العنصرين مقاومات، يبقى مقاومة أومية وملف حث غلط، مقاومة أومية ومكثف غلط، مقاومتان أوميتان صح. السؤال 72، بيقول لك في الدائرة الموضحة بالشكل المقابل عند غلق المفتاح كي، لما تغلق المفتاح كي زادت زاوية الطول بين الجهد الكلي والتيار بمقدار 45 درجة، فأي من ما يلي يمكن أن يمثل العنصر إكس؟ طيب أنا عندي هنا لما زاوية الطول تزيد بمقدار 45، كان عندك الأول إكس إل متصل على التوالي مع العنصر إكس، وكان عندك زاوية الطول سيتا 1. طيب لما زاوية الطول تزيد بمقدار 45 هتبقى سيتا 1 زائد 45 لما تقفل المفتاح كي. طيب لما تقفل المفتاح كي انت عندك دلوقتي العنصر ده ك
كأنه مش موجود، يبقى الدايرة أو الدايرة كأن ما فيهاش غير الإكس إل فقط، يعني زود الطول هنا بتسعين درجة. وبالتالي أنت عندك سيتا 1 زائد 45 بتساوي 90، يبقى السيتا 1 بتساوي 45 درجة. يبقى أنا عندي دلوقتي قبل غلق المفتاح كانت زاوية الطول ب 45، وبالتالي التان سيتا اللي هي التان 45 بتساوي، تعال نشوف، هو هنا بيقول لك مكثف مفعلته الساوية 10 او. احنا هنا عندنا طالما ان الزاوية بتاعتك بتتراوح من صفر ل 90، فمعنى كده ان انت عندك في خواص او في ثواني بقى يا ماما بعيدي بالله عليك. طالما ان انت عندك السيتا بتاعتك بتروح من صفر ل 90، فانت عندك هنا في مكثفات او ملفات، في ملف، وبالتالي لازم هنا للدايره خواص حسيه، لان ده ما ينفعش يكون مكثف، لان لو ده مكثف زاويه الطول هتبقى ب 90 في الاول، زاويه الطول هتبقى ب 90 في الاول، وبالتالي ده ما ينفعش مكثف. طيب ينفع ده يكون ملف حث؟ لا، لان لو ده ملف حث فزاويه الطول برضه في الاول كانت هتبقى 90 وفرق الجهد هو اللي متقدم، وبالتالي ده ما تنفعش. طيب مقاومه اوميه 10 اوم تنفع، لان انت عندك تان 45 هتساوي هنا الاكس ال على الار، وبالتالي ده بواحد يبقى الاثنين متساويين، يبقى دي صح. طبعا مصدر متردد لو انت حطيت مصدر متردد مش هيغير في قيمه الزاويه سيتا، بيغير بس في المقدار بتاع التيار. 73 في الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل المقابل اذا كانت ال V2 بتساوي 40 وال V1 بتساوي 60. لاحظ هنا ان ده 60 و40 مجموعهم ب 100، يعني هنا الجمع جبري. طالما ان الجمع جبري يبقى لازم العنصرين دول يكونوا من نفس النوع. مكثف مقاومه، مقاومه و100 وميتر حراري، صح، لان الميتر الحراري كانه مقاومه. 74 في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل إذا تم استبدال المصدر في الدائرة بمصدر آخر له نفس الجهد وتردده أعلى، فإيه الافتراضات الآتية يعبر عن التغير الذي يحدث لقراءة جهازي الأميتر الحراري؟ أنت عندك نفس فرق الجهد، فرق الجهد على المكثف بيساوي فرق الجهد على الملف، وبالتالي الفي على اللي عندك بتساوي الأي اللي عندك بتساوي الفي على الإكس إل بالنسبة للملف أو الإكس سي بالنسبة للمكثف. طيب لما تزود التردد الاف لما يزيد الاكس ال بتزيد والاكس سي بتقل، وبالتالي الاكس ال لما تزيد الاي اللي ماشي هنا هيقل، والاكس سي لما تقل الاي هيزيد، وبالتالي قراءه الاميتر اي 1 تقل والاي 2 تزداد. 75 في الدائره الموضحه مصدر تيار متردد متصل على التوالي مع مكثف متغير السعه مفاعلته السعويه اكس سي 1، يبقى ده عندك اكس سي 1 وملف حث عديم المقاومه الاوميه مفاعلته الحسيه اكس ال، فكانت الاكس ال اكبر من الاكس سي 1 وقيمه التيار الفعال هي اي، اذا قلت سعه المكثف للربع اصبحت الاكس سي 2 اكبر من الاكس ال، وزادت قيمه التيار الفعال للضعف فتكون النسبه اكس ال على اكس سي 1. الاسئله الشبه دي لازم تكتب المعطيات واحده واحده. وهنا بيقول لك ان احنا عندنا اكس سي 1 وملف حث عديم المقاومة اكس ال، بحيث ان انت عندك الاكس ال اكبر من الاكس سي 1. طالما ما عنديش غير اكس ال واكس سي يبقى انت عندك هنا الاكس توتال بتساوي اكس ال ناقص اكس سي 1، والتيار اللي عندك باي. بيقول لك هنا قلت سعة المكثف للربع، لما تقل السعة للربع تعرف ان الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، وبالتالي الاكس سي بتتناسب عكسيا مع السي. السي لما تقل للربع الاكس سي هتزيد 4 امثالها، وبالتالي اكس سي 2 بتساوي 4 اكس سي 1، وعندك الاكس سي 2 اكبر من الاكس ال، وبالتالي الاكس توتال في الحاله الثانيه بتساوي الاكس سي 2 ناقص الاكس ال، والتيار في الحاله الثانيه بيقول لك زائد قيمه التيار الفعال للضعف 2 اي. طيب الاكس سي 2 بتساوي ايه؟ احنا هنا عايزين نجيب علاقه بين الاكس ال والاكس سي 1، وبالتالي هتشيل اكس سي 2 وتحط مكانها 4 اكس سي 1 ناقص اكس ال. ركز معايا كده، نفس المصدر بتاع الجهد. طالما نفس مصدر الجهد يبقى انت عندك نفس التردد ونفس فرق الجهد.
طالما نفس فرق الجهد يبقى الاي احنا عارفين ان هي بتساوي الفي على الاكس توتال، فانت عندك ده ثابت وبالتالي الاي بيتناسب عكسيا مع الاكس توتال، وبالتالي الاكس سي 2 او الاكس تي 2 على الاكس تي 1 بيساوي الاي 1 على الاي 2. الاي 1 بكام؟ باي. الاي 2 ب 2 اي. الاكس تي 2 اللي هي 4 اكس سي 1 ناقص اكس ال، الاكس تي 1 اكس ال ناقص اكس سي 1، فده هيساوي 1 على 2. طرفين في وسطين 2 في 4 ب 8، 2 اكس ال اكس ال ناقص اكس سي 1. بعد كده هتجيب ده هنا بالموجب يبقى 9 اكس سي 1، وتجيب ده هنا بالموجب 3 اكس ال على 3 فاعل 1 على 3 فيها 3، وبالتالي الاكس ال على الاكس سي 1 بتساوي 3. هي كلها رياضه يعني. السؤال 76 بيقول لك عند اضافه مكثف على التوالي في الدائره الموضحه لوحظ عدم تغير قراءه الاميتر الحراري، في هذه الحاله تكون المفاعل السوائل المكثف المفاعل الحساسيه للملف. ركز معايا، المصدر بتاعك ما تغيرش والمقاومة ما اتغيرتش. طالما المصدر بتاعك ما اتغيرش والمقاومة ما اتغيرتش وكرة الأمتر الحراري ما اتغيرتش، بمعنى كرة الأمتر الحراري ما اتغيرتش يعني التيار ما اتغيرش. أنا عارف إن التيار بيساوي الفي على الزد، ده ما اتغيرش وده ما اتغيرش، يبقى الزد ما اتغيرتش. الزد دي بتساوي جذر التربيع ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع. طالما إن الار ما اتغيرتش يبقى المفاعلة اللي عندك ما اتغيرتش. المفاعلة في الحالة الأولى كانت بتساوي الإكس ال، المفاعلة في الحالة التانية هتساوي الإكس ال ناقص الإكس سي المقياس بتاعها. يعني إيه المقياس؟ يعني أنا مش مهم مين الكبير، المهم الفرق ما بينهم. أنا عايز الفرق ما بين الاتنين دول يساوي الإكس ال، وبالتالي بيقول لك هنا الإكس سي نصف، غلط طبعا، لو ده نصف ده هيبقى ده نص، تساوي ده هيبقى صفر، ضعف لو الاكس سي ضعف الاكس ال فده هيبقى 2 اكس ال، اكس ال ناقص 2 اكس ال هيديك سالب الاكس ال، تاخد المقياس بتاعها فيديك اكس ال، وبالتالي صح. بس 77 في الدائره الموضحه بالشكل عند غلق المفتاح كي قلت قراءه الاميتر، فاي مما يلي يمكن ان يمثل قيمه الاكس ال والاكس سي. طيب قبل غلق المفتاح كي كان عندك الدائره فيها مقاومة 50 وفيها اكس ال وفيها اكس سي، وبالتالي عندك هنا المفاعل الكلية هتبقى اكس ال ناقص اكس سي زي ما قلنا ما بين مقياس. بيقول لك هنا لما غلقت المفتاح قلت قراءة الاميتر، قلت قراءة الاميتر يعني التيار قل. طيب لما التيار يقل معناها ان الزد زادت. طيب لما الزد تزيد، لما الزد تزيد معناها ان الاكس ال ناقص الاكس سي زادت. طيب لما تغلق المفتاح الاكس ال راحت، وبالتالي ما فضلش عندك غير الاكس سي، وبالتالي احنا عايزين مقدار الاكس سي يبقى اكبر من مقدار الاكس ال ناقص اكس سي قبل غلق المفتاح، بحيث ان الزد تزيد والاي يقل. تعال نبص هنا، بيقول لك ان الاكس سي ب 50 وده ب 100، 100 ناقص 50 هيديك 50، وده ب 50 متساويين، وبالتالي كده شده التيار المفروض ما تتغيرش. طيب الاكس ال ب 200، 200 ناقص 100 هيديك 100، وده 100 برضه نفس الكلام. طيب 350 و 150، 350 ناقص 150 هيديك 200، وده 100 ده اصغر. 70 و 140، 70 طبعا احنا بنقول الفرق ما بينهم، 70 ناقص 140 هيديك سالب 70، يعني ده 70 بعد ما تاخد المقياس، وعندك ده 140، وبالتالي ده صح. لما غلقت المفتاح المفاعل الكلي اللي في الدايره بدل ما كانت 70 هتبقى 140، وبالتالي الزد هتزيد والاي هيقل. السؤال 78 في دائره التيار المتردد تتصل مكونات على التوالي اذا وجد ان قيمه التيار في لحظه معينه تساوي صفر وجهد المصدر في نفس اللحظه قيمه عظمى، فان المصدر المتردد يمكن ان يكون، طالما ان انت عندك احداهم بصفر، ركز معايا، احداهم بصفر والتاني قيمه عظمى، فانت عندك فرق الطول ب 90 درجة، أيا كان بقى مين المتقدم ومين المتأخر، وبالتالي طالما إن فرق الطول ب 90 درجة يبقى أنت هنا يا إما عندك
ملف حث فقط او مكثف فقط او ملف حث ومكثف. والتاني ملف حث تعليم المقاومة الأمية ومكثف تنفع. ليه؟ لأن أنت عندك آدي الطيارة اهوت، الملف الحث متقدم في ال، وادي الفي سي. لو الفي ال أكبر من الفي سي هيبقى ده في ال ناقص في سي والزاوية 90. طب لو الفي سي أكبر من الفي ال هيبقى لتحت، وبالتالي في الحالتين عندك الثيتا ب90 كمقدار، وبالتالي ألف صح. السؤال اللي بعد كده 79 بيقول لك ايه من الاختيارات التاليه يمثل المكونات التي يمكن وضعها في الموضع اكس لتصبح زاويه الطول بين الجهد الكلي والتيار 45 درجه، علما بان المقاومه الاميه للملفات مهمله. طيب عشان تكون زاويه الطول ب 45 انت عارف ان التان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. عشان تكون السيتا ب 45 درجه فانت لازم تكون الاكس ال ناقص الاكس سي مساويه للار. طبعا ده الاكس ال توتال وده الاكس سي توتال وده الار توتال. تعال نبص كده، لو احنا حطينا المكون ده يبقى انت عندك المقاومه الكليه اللي في الدايره هتبقى ار وار ب2 ار، وعندك اكس ال مع اكس ال 2 ار وار ب3 ار مش متساويين يبقى غلط. طيب لو حطينا ده 2 ار وار ب3 ار و2 ار وار ب3 ار، وبالتالي الاكس ال توتال بتساوي الار توتال، وبالتالي دي تنفع، وبالتالي الاجابه تبقى دي. طبعا لو كملت الباقي هتبقى غلط. هو هنا عاطي لك اكس سي ب2 ار، اكس سي لما تطرحها من الاكس ال هيديك صفر، وبالتالي هنا للدايره خواص اميه فقط، وبالتالي الثيتا هتبقى بصفر. طب لما تحط دي، لما تحط دي انت عندك الاثنين دول هيلاشوا بعض، وبالتالي الار او التان سيتا هنا هتبقى 2 ار على الار اللي هي 2 يعني، وبالتالي برضو مش هتبقى 45، وبالتالي الاجابه هتبقى باء. السؤال 80، الشكل المقابل يوضح دائره تيار متردد تتعامل قيمه الجهد اللحظيه لمصدرها من العلاقه في بتساوي 40 سين اوميجا تي، وكانت قيمه الاوميجا 1000 راديان على الثانيه، فإن القيمة العظمى للتيار المربي الدائرة تساوي. طبعا دي تعويض مباشر، انت عندك هنا هتجيب الاكس سي، اكس سي بتساوي 1 على الاوميجا اللي هي 1000 في السي اللي هي 200 في 10 وسالب 6، ده هيطلع معاك 5. وتجيب الاكس ال، هو هنا دول 3 مكونات ولا مكونات؟ 3 مكونات. وتجيب الاكس ال هيطلع معاك الاوميجا في ال، الاوميجا ب 1000 والال ب 4 في 10 وسالب 3 فيطلع معاك 4. وعندك الار توتال، عندك مقاومه 3 ومقاومه الملف ب 2 هيديك 5، اوعى تنسى المقاومه بتاعت الملف. وبالتالي اجيب الزد بتساوي الجذر التربيعي للار تربيع اللي هي ار توتال تربيع اللي هي 5 تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي، ده 4 وده 5 يبقى 4 ناقص 5 الكل تربيع، الجذر التربيعي 25 زائد 1 26 يساوي جذر 26. نيجي بعد كده هنقسم فرق الجهد، هو هنا عايز القيمة العظمى ودي القيمة العظمى، وبالتالي على طول الاي بتساوي 40 على جذر 26. طبعا ده الاي ماكس وده الفي ماكس، وبالتالي 40 على جذر 7.84% او 7.8 اللي هي ده. السؤال 81، ملف دينامو يتكون من 200 لفه، مساحه مقطع كل منها موضوع في مجال مغناطيسي ثابت كثافه فيضه، ويدور الملف بتردد، فإذا تم توصيل طرفه على التوالي بمكثف وملف حث مهمل للمقاومة الأومية كانت المفاعل السعوية والمفاعل الحسية، فإذا كانت المقاومة الأومية في الدائرة فإن القيمة الفعالة للتيار المر في الدائرة تساوي هذه الـ I effective. طبعا أنت هنا من المعلومات بتاعت الدينامو هتجيب الـ EMF max، تقسمها على جذر 2 تجيب الـ EMF effective،
وعندك الاكس ال والاكس سي والار، تجيب الزد وبعد كده تقسمهم على بعض تجيب الار. فانا عندي هنا سميها في افكتيف على طول او في خلاص. الفي عباره عن ايه؟ الان في الاي في البي في 2 باي اف على جذر 2. اعتقد ان الان ب 200، الاي ب 2 على ال 11، في البي ب 2 في 10 سالب 2، في 2 في الباي 22 على 7، في الاف اللي هي ب 50، وتحت في جذر 2 على 11 فيها الواحد، على 11 فيها الاثنين، 2 في 50 ب 100، هتروح مع 10 سالب 2 هيطلع معاك 200 في 2 في 2 ب 800، في 2 ب 1600 على 7 جذر 2. هيطلع معاك 161 و6 2 فولت. نيجي بعد كده نجيب الزد يساوي الجذر التربيعي. الار تربيع، الار ب 40 زائد اكس ال ناقص اكس سي 110 ناقص 140 كل تربيع، ده 30 سالب 30 يعني لما تربعها تبقى 30، وده 40 يبقى ده 50 اوم. وبالتالي انت عندك على طول الاي بتساوي 161 و6 2 على 50، هتطلع معاك 3.23 امبير. السؤال 82، في الدائرة المقابلة إذا كانت الـ اكس سي 1 بتساوي 3 على 2 اكس ال، طيب كانت قيمة التيار المر في الدائرة اي اذا زادت ساعة المكثف حتى اصبحت الـ اكس سي 2 بتساوي نص اكس ال، فان قيمة التيار المر في الدائرة. ركز معايا في السؤال ده، انت عندك هنا في الحالة الأولى كانت الـ اكس سي 1 بتساوي 3 على 2 اكس ال، وبالتالي الـ اكس توتال بتساوي الـ اكس ال ناقص الـ اكس سي 3 على 2 اكس ال ناقص. طبعا هو هنا انا عوضت عن الاكس سي لان انا هنا بجيب مقدار، يعني عوضت عن الاكس سي لانه اكبر من الاكس ال، ناقص الاكس ال هيديك نص الاكس ال كمقدار. طيب في الحاله الثانيه الاكس سي هي الاقل من الاكس ال، وبالتالي الاكس توتال في الحاله الثانيه بتساوي الاكس ال ناقص الاكس سي اللي هي نص الاكس ال، هيطلع معاك نص الاكس ال. وبالتالي في الحالتين السعه، سوري المفاعله السعويه المقدار بتاعها هو هو، وبالتالي طالما نفس المقدار وبالتالي هتبقى نفس الزد وبالتالي هتبقى نفس التيار. 83، في الدائره الموضحه بالشكل المقابل مصدر متردد يتصل بمقاومه اوميه ار ومكثف مفاعلته السعويه اكس سي وملف حث مفاعلته الحسيه اكس ال ومقاومته الاوميه ار جميعها على التوالي. اذا كان الاكس سي بتساوي الاكس ال بيساوي الار، فان بيقول لك هنا ان الفي 1 بتساوي الفي 3، في 1 اللي هو فرق الجهد الكلي بيساوي الفي 3، هل ده صح؟ طب تعال نبص كده، انت عندك الفي 1 او الفي 3 الاول بيساوي الاي في الار. طيب الفي 2 عباره عن ايه؟ عباره عن الزد ما بين النقطتين دول في التيار اللي ماشي. طب الزد ما بين النقطتين دول الاكس سي والاكس ال على التوالي والاثنين متساويين فهيلاشوا بعض، وبالتالي الفي 2 عباره عن الاي في المقاومة بتاعت الملف بس اللي هي الآر. وعندك الفي 1 بيساوي، لاحظ هنا إن الدائرة دي كلها أو الزد كلها تبقى إيه؟ الزد كلها تبقى الجذر التربيع الآر تربيع اللي هي آر زائد آر الكل تربيع زائد إكس إل ناقص إكس سي اللي هم هيلاشوا بعض، وبالتالي الدائرة دي زي ما هنعرف بعد كده في حالة رنين. وبالتالي عندك هنا ال في 3 وال في 2 الاثنين لهم نفس الطول، وبالتالي ال في 1 هيساوي في 2 زائد في 3 اللي هو نفسه 2 في 2 او بيساوي 2 في 3. تعال نبص كده، بيقول لك هنا ان ال في 1 بيساوي في 3، في 1 بيساوي في 3 غلط، في 2 بتساوي صفر، هل ال في 2 بتساوي صفر؟ غلط، بيساوي الاي في الار. في 2 بتساوي 2 في 3، في 2 بيساوي 2 في 3 غلط، ده بيساوي في 1 بيساوي 2 في 3 صح.
السؤال 84 بيقول لك في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل إذا كانت قراءة الفولتميتر 12 فولت. قراءة الفولتميتر هو فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي، وتيار الدائرة 2 أمبير، فإن قيمة المقاومة R تساوي، عايزين قيمة المقاومة R. طب أنا عارف إن أنا لو قدرت، هو هنا التيار اللي ماشي في المقاومة R، لو قدرت أجيب فرق الجهد بين طرفي المقاومة R هقدر أجيب قيمتها. طيب هل اعرف اجيب فرق الجهد بين طرفي المقاومه ار؟ اه. ليه؟ انا عارف ان فرق الجهد الكلي تربيع بيساوي الفي ار تربيع زائد الفي ال ناقص الفي سي الكلي تربيع. عندك الفي ال ناقص الفي سي اللي هو فرق الجهد ما بين النقطتين دول، قال لك هنا ان هو بيساوي 12، وفرق الجهد الكلي ب 13، وبالتالي الفي ار بيساوي الجذر التربيعي الفي تربيع ناقص في ال ناقص الفي سي الكلي تربيع، وبالتالي الجذر التربيعي 13 تربيع ناقص 12 تربيع هيطلع معاك 5 اوم، سوري 5 فولت، وبالتالي الار من قانون اوم بتساوي 5 على التيار اللي مشي في المقاومه دي اللي هي 2، هيطلع معاك 2.5 اوم. طبعا في طرق تانية، الطريقه التانية اللي انت لو قسمت فرق الجهد الكلي على التيار الكلي هتجيب الزد. بعد ما تجيب الزد هتقدر تجيب الاكس ال ناقص الاكس سي اللي هي المفاعل الكلي. بعد ما تجيب الاكس ال ناقص الاكس سي هتجيب الزد. احنا قلنا ان انت جبت الزد، هتجيب الاكس ال ناقص الاكس سي ان انت تقسم فرق الجهد ده على التيار اللي ماشي ده. يبقى انت دلوقتي جبت الاكس ال ناقص الاكس سي وجبت الزد، تقدر تجيب الار. 85 دائرة التيار المتردد ار ال سي قيمة المقاومة الاومية بها 10 اوم معوقتها 20 اوم بحيث كانت الاكس ال اكبر من الاكس سي. يبقى انت عندك اكس ال ناقص اكس سي دي المفاعل الكلي، وطبعا هنا طالما الاكس ال اكبر من الاكس سي يبقى خواص حثيه، يبقى ده غلط. فان زاويه الطول بين الجهد الكلي والتيار المر في الدائره تساوي، اعمل دي ازاي؟ هنا قدامك اكتر من طريق. انت عندك الار بتساوي 10 اوم والزد بتساوي 20 اوم، وانت هنا عايز تجيب السيتا. انت عارف ان التان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. عندك الار وعندك الزد، فيا اما هتجيب ده وبعد كده تعوض في المعادله دي، الاكس ال ناقص الاكس سي بتساوي الجذر التربيعي للزد تربيع ناقص الار تربيع، وبالتالي ده بيساوي الجذر التربيعي ل 20 تربيع ناقص 10 تربيع، وتيجي تعوض هنا. الطريقه الثانيه ان احنا في الشرح قلنا لو ده الار وده الفي ال ناقص الفي سي، فدي الزد ودي السيتا. هو قال لك هنا ان الار بتساوي 10 اوم ودي بتساوي 20 اوم، فانت عندك كوزين سيتا بتساوي المجاور على الوتر اللي هي نص، وبالتالي الستة بتساوي 60 درجة. بس لو احنا جبناها من هنا هيطلع معاك 10 جذر 3. نعوض هنا على العشرة هيطلع معاك جذر 3. تان سيتا لما بتساوي جذر 3 الستة بتساوي 60 درجة. بس هنكمل بقى الأسئلة اللي فاضلة في الفيديو الجاي. توفيق، سلام عليكم.